في موضوع الديسيمينيشن. تمام، هدفنا النهارده من المحاضره دي او الندوه دي ان او اللقاء ده، ان انا كنت حابه ان انا اعرف يعني الناس او الباحثين او المهتمين بالمجال ان في حاجه اسمها ليكويد ميمبرينز واخر التطبيقات اللي تمت فيها، وخاصه هو كان موضوع شيق ودايما يعني بيلفت انظار الباحثين يعني في الموضوع. انا صوتي مسموع للجميع مش كده؟ بالنسبة لي باينة يا باشمهندس، إن شاء الله الناس لو في أي شكوى اه نكتبها على لو في اي الشات إن شاء شكوى الله، يا ريت أو على نكتب جروب على الواتس. إحنا متابعين معاكم يعني، اتفضل. تمام. طيب حضرتك عامل شير صح لل واضح اللوحة ليكويد ميمبرينز. طب ثواني بس اعمل ريكورد بقى عندي عشان انا كنت موقفة الوقت ده. تمام، طب هي مش بتتحرك عندي الشاشة. خلاص اتحركت. تمام. في البداية اللي احنا الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها، هناخد انترودكشن كده بسيطة تعرفنا ايه هي ايه قبل ما ادخل على الليكويد ميمبرين. هنعرف الاول ايه هو الميمبرينز، تمام، المفهوم بتاعه ايه. بعد كده هدخل بيكم ان شاء الله على ايه، على مفهوم الليكويد ميمبرينز ايه وايه المميزات بتاعته والميكانيزم بتاعتها بتمشي ازاي واهم الانواع. طبعا هي ليها انواع كتير بس انا هتكلم على اهم الانواع وايه التطبيقات اللي ممكن استخدم فيها الليكويد ميمبرينز، عشان كل واحد يشوف هو التطبيق ده ممكن يمشي مثلا في المجال بتاعه ولا لا، يفتح افاق جديده مش اكتر. واهم التطورات والنيو ترند اللي حصلت في ايه في المجال ده. تمام كده، في البدايه هو ايه الميمبرينز. الميمبرينز زي ما احنا عارفين في اي تطبيق او من معلوماتنا اللي هي السابقه ان هو عباره عن حاجز بيفصل ما بين تو فيزز، تمام كده، علشان يسمح بمرور مريكيولز معينه او إلمنت معين، سوليوت معين هنقله من مكان لمكان. علشان الحاجه تتنقل لازم يكون في قوه محركه اسمها الدرايفنج فورس. يا اما الدرايفنج فورس دي بتكون مثلا اختلاف في البريشر زي مثلا بيحصل في الار او، ان مثلا كان بيبقى في اختلاف في البريشر مثلا واختلاف مع اختلاف في طرف الكونسنتريشن فبيحصل عمليه الانتقال، او اختلاف في التمبريتشر او الالكتريكال بوتنشال. تمام، انواع الممبرين ده ممكن ان هو يكون ثيك او ثين، ممكن يكون رفيع تخين، ممكن يكون او سميك بمعنى اصح، ممكن يكون ليكويد اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، ممكن يكون عليه في سوليد اللي احنا اساسا بنتكلم اللي احنا عارفينه قبل كده اللي هو السوليد. سيمتريك، السيمتريك ده بيجي في الشكل الممبرين تحت الميكروسكوب لما بيعملوا له كده سكان. ممكن يكون طبيعي او سينثيتك، ناتشرال او تشارج يعني الشحنات اللي هي اللي فيه. مثلا لو حاجه انا اقول مثلا اللي هي ميمبرينز مشحون، الميمبرينز المشحون ده مثلا زي الالكتروداياليسيس. الالكتروداياليسيس عشان مثلا الميمبرين اللي هو السالب مثلا يعدي الكاتاين، اما مثلا الموجب يعدي الانعام. تمام، يعني حسب اختلاف الايه الاشاره. ان حد يقول لي تمام يعني اصل انا احس تمام ان يا باشمهندس، اصل احنا اختلاف. عاملين ميوت للزملاء، فعشان كده طب حضرتك قول. طيب تمام يا عشان باشمهندس. احس ان انا لا ايوه يعني اقول ايوه صح كده يعني عشان احس ان انا ايه حد معايا. لا، تمام معاك يا باشمهندس، اتفضلي. تمام فهو ايه، فهو بكل بساطه زي فكره اي ميمبرين وبيفصل ما بين ايه ما بين تو فيزز. هو بيكون اميسيبل، يعني هو لازم علشان انا اختار الليكويد ميمبرين ده لازم يكون من اهم صفاته ان هو ما يكونش بيدوب. لا في مين ما بيدوبش، في الدونر فيز والريسبتور فيز. طب نفهم بقى هو ايه الدونر فيز ده. الدونر فيز ده هو الجزء المانح او الفيز المانح. المانح يعني في السليوت اللي انا عايز اشيله، تمام، عشان هو كده اسمه الدونر فيز اللي هو ايه الفيز المانح. تمام، طيب الجزء الثاني اسمه ايه اللي بيفصل ما بينه؟ الريسبتور فيز. الريسبتور فيز هو الفيز المستقبل. يعني ايه مستقبل؟ يعني هيستقبل السوليوت اللي انا ايه اللي انا هشيله. هنا في الرسمه دي اللي هو مديك الليكويد ميمبرين اهو حيز، تمام، وبيفصل ما بين ده وده. في الحقيقه ان اللي هو الجزء بتاع الدونر فيز ان هو بيكون اكبر بكتير من ايه من الريسبتور فيز، وده لوجيك. ان انا مثلا لما مثلا عايز احلي ميه او اعمل ويست ووتر تريتمنت او كده، الويست ووتر تريتمنت بتبقى كميتها كبيره وبعمل كونسنتريت للسوليوت او البليوتنت المعين ده في جزء ايه؟ في جزء صغير. تمام كده؟ تمام يا شباب.
تمام. طب ايه الدرايفنج فورس اللي موجوده؟ يعني هو ايه اللي هيخلي السليوت او الملح او اي حاجه اللي انا عايزه اشيلها، ايه اللي هيخليها تتحرك من اللونر فيز للريسبتور فيزان؟ ايه القوه المحركه؟ ايه اللي هيشده؟ اللي هيشده او القوه المحركه او اللي بيحركه حاجه اسمها ايه؟ درايفنج فورس. درايفنج فورس هنا اسمها ايه؟ الديفرنس ان كونسنتريشن، الاختلاف في التركيز، ان هنا عندي ملح كتير او سليوت كتير وهنا ما فيش. فدايما الكتير بيدي مين؟ بيدي الشوية. ده المفهوم البسيط، تمام كده؟ طيب الليكويد ميمبرين دي اكتشفوها من امتى؟ هي اكتشفوها سنة 68، يعني معنى كده هي قديمة جدا، وكانت يعني اكتشفها عالم اسمه لي، تمام؟ كان بيطبقها في ايه؟ كان بيطبقها في الويست ووتر تريتمنت، وكانت ساعتها برضو. وعلى فكرة الليكويد، لما اقول ليكويد ميمبرين، هي نفسها الليكويد بالتراكشن، تمام؟ ودي ساعتها ان هي شدت الساينتست والانجينير علشان المميزات اللي كانت بتتميز بيها عن ايه؟ عن السوليد ميمبرين، اللي احنا هنعرفها بعدين ايه هي المميزات، تمام؟ زي ما انا قلت هنا ان ايه الديفيوجن ترانسبورت او الترانسفير ميكانيزم، هو ازاي السوليوت بيتنقل. انا قلت في البدايه ان انا ممكن انقل ايه، يتنقل ازاي السوليوت، يتنقل من التركيز العالي للتركيز المنخفض. فبتكون درايفنج فورس ايه؟ اللي هي الديفرنت في الكونسنتريشن، تمام؟ فبيتقلب بطريقه طبيعيه اسمها الديفرنت ترانسبورت العاديه. طب انا ممكن بقى اعمل حاجه ايه؟ حاجه تساعد على النقل، حاجه اسمها فاسيليتيتد ترانسبورت. طيب دي بتحصل ازاي؟ ان انا بجيب حاجه اسمها موبايل كارير، ماده كيميائيه، مركب كيميائي بيكون دايب في مين؟ في الموبايل كارير، في الليكويد ميمبرين، اسمه الموبايل كارير. فالموبايل كارير ده وظيفته ان هو بيكون، بختاره بيكون دايب في الليكويد ميمبرين. وبالمناسبه عايز اقول حاجه مهمه على الموبايل كارير ده، ان هو مثلا يعني هتقول مثلا ايه، طب هو مش عرفه بالحاجه اللي انا عايزه اشيلها، ما ممكن يشيل لي اي حاجه، تمام كده؟ لا، كل سليوت او كل حاجه ليها الموبايل كارير المخصوص اللي يشيلها. يعني انا لو بشيل ملح مثلا زي صوديوم كلورايد، ليه موبايل كارير مخصوص عشانه؟ طب لو انا بشيل فينول، ليه موبايل كارير مخصوص عشانه؟ طب لو انا بشيل، لو بشيل كروم برضه ليه؟ لو انا بشيل ليثيوم نفس الكلام. فلكل سليوت ليه موبايل كارير خاص بيه. طب هو ايه اللي لازم يتوفر في الموبايل كارير ده كمان، غير ان يكون عنده سلكتيفيتي للحاجه اللي انا عايز اشيلها؟ ان هو يكون بيدوب في الليكويد ميمبرين فقط، ما يكونش بيدوب في مين؟ لا في الدونر ولا في الريسبتور. وده اللي بيخليه ان انا احكمه ان هو يكون في مين؟ في حيز الليكويد ميمبرين فقط، تمام كده؟ تمام يعني مش فاهم سوليد؟ ايوه تمام معاك. في حاجه مش مفهومه لحد لا دلوقتي؟ لا لا كله تمام يا باشمهندس، اتفضلي. تمام؟ فده من ضمن اختيار الموبايل كارير، ان هو بيكون دايب فيه في الليكويد ميمبرين فقط، بحيث ان هو ايه؟ يعمل. طب ده وظيفته ايه بقى؟ ان هو بيعمل ايه؟ فاسيليتيتد ترانسبورت للايه؟ للسوليوت خلال الليكويد ميمبرين. يعني كانه بيسرع او بيسهل، هو بيحسن النقل السوليوت اللي هو من هنا من الدونر فيز ليه للريسبتور فيز. باشمهندس فريد انا مش متابعه الشات، يعني مش قادره اركز في البتاع، يعني فالشات بيظهر لي ان في حد بيبعت، فلو في حاجه حضرتك وقفني. اوكي يا تمام باشمهندس كده؟ ماشي. هو الافضل هنا مثلا نعمل توضيحيه الاسئله الاول، الاسئله بعد الشرح افضل، يعني بدل ما في تقطيع في الشرح يعني. تمام، اصل انا بيظهر لي كل شويه ان في حد بيبعت على شات، بس انا مش قادره ان انا اركز مع تمام الاثنين عشان تمام. يعني لا 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 اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ممكن كل واحد يكتب مثلا اسئلته في ورقه مثلا عشان ما ينساش هو كان عايز يسال ايه، تمام كده؟ وممكن على طب جروب دي هنا الواتس رسمه بعد كده ان شاء توضيحيه. الله. اتفضلي. تمام انا معاكم، يعني مش هخرب. الموبايل كارير هنا مثلا صوره توضيحيه، هو بياخد السليوت بيشيله ويروح يوديه مين؟ يوديه لجزء الريسبتور فيز. هنا رسمه هي موضحه بتبين، هنا ادي الليكويد ميمبرين وادي الفيز وادي هنا ايه الريسبتور فيز. طيب في حاجه بقى هنا موجوده في الريسبتور فيز مكتوب عليها اس اي. ايه هو الاس اي ده؟ حاجه اسمها سيكويسترنج ايجنت. سيكويسترنج ايجنت بيعمل ايه ده في الريسبتور فيز؟ دي ماده انا بحطها في الريسبتور فيز علشان تاخد السليوت بتاعي من الكارير، من الموبايل كارير لايه؟ للريسبتور فيز وتحبسه معاها. طيب كده اول فايده. طب الفايده ايه هي؟ ان هي بتكون مع السليوت ده كومبلكس، تمام؟ هي بتكون كومبلكس، يعني السوليوت مع السيكوسترنج ايجنت ده بيكونوا كده مركب كده كومبلكس كده مع بعضيهم كده، بيكون يدوب في الريسبتور فيز وما يدوبش في الليكويد ميمبرين. ليه؟ لو دوب في الليكويد ميمبرين ده معناه ان هو يرجع تاني،
تمام. يبقى احنا كده قلنا نقطتين، ان الموبايل كارير يكون بيدوم في الليكويد ممبرين فقط، والسيكوسترنج ايجنت بيدوب في مين؟ في الريسبتور فيز. معنى ان هو بيدوب في الريسبتور فيز ده معناه ان هو بيدوب في الدونر فيز، لان هما الاثنين نفس السوليوت. بس انا عايز اقول ان هو مش هيقدر يوصل للدونر فيز لان فاصل ما بينهم الليكويد ايه؟ الليكويد ممبرين. طيب الفايده الثانيه ليه ايه؟ ان هي ايه؟ ان هو دايما كانه بيقول للدونر فيز، يا دونر فيز انا ما عنديش سليوت هنا اديني كمان. فمعنى كده ان هو بيحافظ على الدرايفنج فورس واختلاف الكونسنتريشن اللي هو الدرايفنج فورس بتاعي، فيخلي السليوت تستمر العمليه لاكبر وقت ممكن. او لايه يعني مثلا ايه؟ احنا دايما لو احنا هنا مفيش هنا سيكوسترنج ايجنت هيحصل ايه؟ ان السليوت هينتقل شويه لحد ما يحصل ايكوليبيوم ويقف. فتخيل بقى هنا انا كان انا بقول للدونر فيز ان هنا انا ما عنديش ملح، انا ما عنديش سوليوت اديني كمان. فمعنى كده انا بشيل كميه اكبر ولا ما بشيلش؟ بشيل كميه اكبر. تمام تمام في حاجه تانية عايزه اقولها في الجزئيه دي؟ خلاص هو انا بس كنت عايزه بس اوضح ان السكوسترنج ايجنت ده بيكون كومبلكس، والكومبلكس ده ما بيرجعش تاني للليكويد ممبرين لانه مش بيدوب فيه. تاني حاجه ان هو بيحافظ على ايه؟ على السكوسترنج، على العمليه الدرايفنج فورس ان هي تكون كبيره. تاني حاجه ان انا لازم اراعيها بقى، ايوه اللي انا افتكرتها دلوقتي، ان السكوسترنج ايجنت ده كميته يعني لازم تتناسب مع كميه الريسبتور فيز. يعني معنى كده ان انا ما اقدرش ان انا احط كميه كبيره جدا من السيكوسترنج ايجنت جوه الريسبتور فيز فتعمل لي اعاقه للديفيوجن، وفي نفس الوقت ما احطش كميه صغيره تعمل يعني سحب للسوليوت بسيط وما تقدرش تاخد كميه اكبر. تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. طيب احنا كده نقدر ان احنا نقول الليكويد ممبرين دي عندها هاي سيلكتيفيتي لما احنا حطينا الموبايل كارير. ده الموبايل كارير ده وظيفته ايه؟ ان هو عمل لي ايه؟ اكسري سرع الايه؟ عمليه الدم. وده عشان كده بيسموه لما يكون موجود الموبايل كارير بنسميه فاسيليتيت الترانسبورت. تمام؟ طيب ايه بقى المميزات بتاعت الليكويد ممبرين اللي احنا ايه؟ اللي احنا يعني ممكن نستنتجها من الشرح اللي فات؟ ان هي ايه؟ اكتف ترانسبورت، عندها هاي سيلكتيفيتي، ايه سكيلوم، هي ما فيهاش اي لا عايزه معدات ولا عايزه يعني ده هي فيزز كلها بتفصل بينها، يعني مجرد اختيارات بحطها في الاعتبار علشان خطة تحصل عمليه النقل. هل انا محتاجه مثلا هاي بريشر بامب زي مثلا الار او عشان تحصل عمليه النقل؟ هل مثلا سمعتوني وانا بتكلم ان انا مثلا محتاجه حراره، محتاجه بامب، محتاجه اي حاجه؟ ما سمعتوش مني كده. معنى كده ان هي عندها ايه؟ لو انرجي ريكوايرد. يعني معنى كده ان هي ايه؟ ان هي مش محتاجه طاقه. عندها لو كابيتال اند اوبريشن، لو كابيتال اند اوبريشن كوست، هي تكلفتها بسيطه جدا ما فيهاش اي تعقيدات. ما فيهاش، اهم بقى ميزه بتميز الليكويد ممبرين ان هي ما عندهاش بورس. فده ما عندهاش بورس يبقى معنى كده ايه؟ ده الديفيوجن، ده الانتقال بيحصل عن طريق ديفيوجن بيحصل وداخل التكوين بتاع الممبرين، بتاع الليكويد ممبرين. تمام؟ يعني معنى كده ان ما فيش بورس بتعتمد على انتقال السوليوت. معنى كده ان مش هيحصل ايه؟ مش هيحصل بلوكينج للايه؟ للبورس ده. هي معنى كده ان مش هيحصل ايه؟ فاولنج. ودي كلها كانت مشاكل، يعني انا لما كنت بناقش الرساله دي في الماجستير ان دي كانت احد المشاكل والمهمه اللي كانت موجوده في الار او، اللي هي يحصل فاولنج او بايو فاولنج او سكيل او كده، فانا كنت بضطر اعمل بري تريتمنت فيها فلتر وحقن وحاجات كتير جدا على وادي سكيل وكلور واشيل كلور. وكنت بعمل يعني انا شغاله في الديزاين بتاع الار او بعمل بري تريتمنت كبير جدا واكويبمنت متعدده علشان خاطر بس نحافظ على الممبرين والميه تخش ما فيهاش غير ايه؟ غير الملح اللي هيتشيل. فدي كانت ايه يعني اهم مميزات الايه؟ الليكويد ممبرين واستخدامها في عمليه السبريشن، ان هي مش محتاجه الطاقه الكبيره اللي مثلا بتستخدم مثلا حتى في الترم ديستليشن تحتاج طاقه وتسخين كتير جدا. فدي مش لا هي محتاجه انرجي ولا هي محتاجه تكلفه ولا هي فيها بورز عشان تحصل، فمش محتاجه بتريتمنت بقى زي ما كنت بعمل قبل. طيب ايه هي الميجور تايب اوف ليكويد ممبرين؟ الانواع المهمه الليكويد ممبرين في انواع مهمه. ايه يعني ايه يعني ايه كلمه تايب؟ هي مش انواع بمعنى كلمه اللي هو نوع الليكويد ممبرين، لا هو type of configuration، الشكل او التصميم بيبقى عامل ازاي.
فاول نوع واهم نوع عندنا اسمه سبورت ليمبرين. سبورت ليمبرين ده زي ما احنا شايفين ان هو بيكون سبورت ليمبرين، يعني بجيب ليمبرين تمام، والميمبرين ده بيبقى فيه بورز، البورز دي بتكون مليانه او محشيه كده بالايه، بالليكويد ميمبرين تمام كده. وفي الغالب ان الميمبرين اللي بيستخدم في العمليه دي اللي هو السلوفان، عشان مثلا ما حدش يقول لي طب ما احنا استخدمنا اهو ميمبرين تاني ورجعتينا للمشكله الاولانيه والكلام ده. اللي بيستخدم هنا هو ميمبرين رخيص، يعني ما مش غالي ولا له تكلفه، وان هو البورصه بتاعته بتبقى مليانه ايه، بالليكويد ميمبرين، وبيتم الانتقال عن طريق الايه بقى، عن طريق الليكويد ميمبرين اللي موجود جوه البورصه ده. هي دي كده صوره ايه، صوره موضحه كده مقربه، بس هو الشكل بيبقى عامل ازاي، بيبقى عامل كده، بيبقى زي اتنين فيزل كده ومربوطين ببعض ايه بايه، تبقى يعني مقفوله هنا كويس بايه، بسبورت. السبورت ده طبعا انا ببقى نقعاه في ليكويد ممبرين قبل كده، وبعد كده باخده وانشفه وما بسيبش بقايا عليه بره، بحيث ان ما يبقاش ليكويد ممبرين غير في البورز بس تمام. وبيكون انا عندي مثلا هنا الدونر فيز وهنا الريسبتور فيز، وبتحصل عمليه الانتقال خلال ايه، البورز اللي هي محشيه او مليانه بالليكويد ميمبرين. وبعمل عمليه، لو تلاحظوا هنا ان انا بعمل عمليه ميكسنج. الميكسنج ده بس مجرد علشان بس يعمل ديفيوجن او يحسن من الديفيوجن للسليول من الدونر فيز للريسبتور ايه، الريسبتور فيز، هو بيتنقل خلال الحته دي تمام كده. تمام يا طب باشمهندس، السبورت ليكويد ميمبرين، ايوه مع حضرتك تمام يا باشمهندس، اتفضلي. ماشي. الليكويد ميمبرين هنا او السبورت ليكويد ميمبرين مشاكله طبعا ان هو ده بطيء جدا. طب هو ليه بطيء جدا؟ ليه؟ لان انا الترانسبورت بتاعي يعني حكمته بالمساحه دي بس، يعني هي دي المساحه بتاعت الكونكت اريا، هي دي المساحه، فمعنى كده الكونكت اريا دي محكومه، يعني مش يعني السيرفيس اريا بتاعتي محدوده تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بياخد وقت طويل، بياخد وقت طويل جدا. طب امال السبورت ده احنا بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه في اللاب سكيل. اللاب سكيل ده ما هو غير تجربه على في المعمل على البنش سكيل، ان انا مثلا عايز اختبر ليكويد ممبرين معين، فشوفه هينفع ولا لا، هل عمل ريموفر ولا لا، عايز اجرب السيكوسترنج ايجنت معين موجود في الريسبتور فيز نفع ولا لا. فانا يعني زي ايه، زي بدرس بيها بارامتر معينه على اللاب سكيل تمام كده. بس هو مش بيستخدم في ايه، في على المستوى الصناعي او الابلكيشن بقى اللي هي الحقيقيه، يعني على ارض الواقع، ده مجرد لاب سكيل عشان خاطر ان انا ايه، عشان خاطر ان انا ادرس فاكتور معين. في نوع تاني وهو يندرج تبع برضه السبورت ليكويد ميمبرين، اللي هو الهولو فايبر. الهولو فايبر اللي هي بتبقى عادي فايبر، اللي هي الميمبرين على شكل فايبر كده، بتبقى زي انبوبه طويله وبعدي من خلالها الايه، الليكويد ميمبرين. طيب يعني مثلا لو الليكويد ميمبرين موجود هنا في البورس بتاعت الهولو فايبر، هيعدي مثلا اهو هنا كده الفيد، ماشي. الفيد ده في بقى هنا ريسبتور فيز بعدين الناحيه الثانيه تمام. فهو يعني كان الليكويد ميمبرين هو في يعني الفيد هو اللي في النص، اللي هو مين، اللي هو الدونر فيز تمام. الريسبتور مش العكس، اللي هو ايه، الريسيفنج او الريسبتور فيز، والليكويد ميمبرين هو اللي موجود في البوص تمام كده. فالفيد في السلوت، فالسلوت بينتقل كده عن طريق البورز وايه، وبيعدي مع الريسبتور فيز اللي هو ايه، اللي هو بيسحبه. ده برضو شبه مين، شبه الايه، السبورت ليكويد ميمبرين الاولاني، بس ده على شكل ايه، زي ايه، بدل ما حطيتهم في تانك او فيزل معين، لا ده حطيت، خليت الموضوع كونتينوس شويه. النوع الثاني هو بالك ليكويد ميمبرين. البالك ليكويد ميمبرين هو شبه السبورت ليكويد ميمبرين بالظبط بالظبط، هو نفس التكنيك، بس انا بشيل السبورت بحطهم كلهم فوق بعض. طيب حد هيجي يسالني يقول لي طب الدنيا كده مش تلخبط في بعض؟ اول حاجه احنا قلنا في البدايه خالص ان هما مش بيدوبوا في بعض تمام. يعني الليكويد ميمبرين ده لازم يكون هو الفاصل ما بين الريسبتور والدونر تمام. تاني حاجه ان الريسبتور ده ليه اختلاف في الدنستي تمام. يعني مثلا انا لو مثلا الاورجانيك ليكويد ميمبرين او الليكويد ميمبرين هو اللي هو كونتين الكاري، اللي هو اللي فيه الكاري، هو موجود تحت
معنى ان هو موجود تحت يبقى كثافته ايه؟ كثافته اكبر من الميه، يبقى الميه اخف منه، معنى كده ان الميه ايه؟ هتكون هي فوق. فبحط الدونر فيز، يعني مثلا انا ده عندي هنا اللي هو ايه؟ اليوتيوب. تمام كده؟ اليوتيوب ده هي تحت، تحت خالص انا بحط مين؟ الليكويد ممبرين. ده في حاله ايه؟ ده في حاله لو كان الليكويد ممبرين الكثافه بتاعته اتقل او اكبر من الميه، تمام؟ او اكبر من من السوليوشن اللي انا هعمل له تريتمنت. فبحط هنا احدى الدراعين بتاعت اليو دي، هنا الدونر فيز اللي هو الحاجه اللي انا عايزه اشيل منها، والناحيه الثانيه في الدراعتين الريسبتور فيز، وطبعا بيبقى فاصل ما بينهم اهو، الليكويد ممبرين تحت اهو مش هيختلطوا ببعض، تمام؟ اللي انا بحط فيه السوليوت اللي انا هشيله، تمام كده؟ اتاكد بس ان انا بعمل تسجيل، تمام يا باشمهندس. تمام. فهنا بيعتمد ان هو مش بي يعني الليكويد ميمبرين مش بيدوب في احدى التو فيزز. تاني حاجه الاختلاف في الدنسيتي، فاحنا قلنا لو الدنسيتي او الكثافه بتاعه الليكويد ميمبرين اكبر من السوليوشن، تمام؟ فانا بيكون هنا في الوضع ده بيكون هو طبعا بيترسب لتحت، يعني او بيكون الليكويد ممبرين هو الاتقل فبيكون موجود تحت، فبحطه على شكل اللي هو اليوتيوب دي، تمام؟ اليوتيوب دي، وبيبقى موجود في الاسفل هو الممبرين، والدونر فيز هو بيكون في احدى الاذرع بتاعت اليو، والريسبتور فيز او الريسيفنج فيز اللي هو الفيز المستقبل هو بيكون في الجهه الثانيه. فالسوليوت بينتقل ازاي؟ بيتنقل من الدونر فيس كده بالطريقه دي، ويمشي عن طريق الليكويد ميمبرين ويروح لمين؟ ويروح للريسيفنج ايه؟ للريسيفنج فيز او الريسبتور فيز. مع وجود هنا ماجنتيك ستيرر، احنا قلنا اي ستيرر بيكون وظيفته ان هو بيحسن الايه؟ الديفيوجن وانتقال السوليوت اللي انا بشيله، تمام؟ والليكويد ميمبرين ده هو كاتب هنا ايه؟ كونتينج الكارج، ده اللي فيه ايه؟ الكارج الحامل اللي هو يروح يشيل من هنا يحط هنا، يشيل من هنا ويحط ايه الناحيه الثانيه. والريسبتور في الريسبتور فيز او الريسيفنج فيز دي موجود في مين؟ في اللي احنا قلنا عليه اللي هو السيكوسترنج ايه؟ السيكوسترنج ايجنت. طيب انا لو عندي بقى الليكويد ميمبرين هو الاخف، يعني هو خفيف، الدنسيتي بتاعته اقل من الماء او اقل من السوليوشن اللي انا عايز اعالجه، فمعنى كده ان الليكويد ميمبرين هيطوف. هيطوف يعني ايه؟ ان هو هيكون هو اللي فوق، فساعتها بغير شكل التيوب او البيزل اللي انا شغاله عليه، وبحط بقى ازاي؟ بيبقى فيه كده يعني، هي ده بص، ده هنا الكبير ده هو بيكر، تمام؟ تمام. جواه في بيكر تاني، يعني جواه في بيكر تاني، بحط الفيد فيز هو اللي بره، تمام؟ وبحط في الانبوبه اللي هي جواها الصغيره او الانرت اللي هي اللي جوه دي، هي بحط فيها الريسيفنج او الريسبتور فيز، تمام؟ وفوقيهم بقى خالص اللي هو بيبقى متوصل ما بين ده وده هو ايه؟ الليكويد ميمبرين هو اللي فوق. ليه فوق؟ عشان قلنا الدنسيتي بتاعته هي اخف من الميه او اخف من السوليوشن اللي انا هعالجه، فهو اللي بيطوف ايه فوق، تمام؟ فبيبقى في حته من جزء من الليكويد ميمبرين هو وصل لحد هنا مثلا، يعني الانبوبه اللي هو الستريمنج فيز او الريسبتور فيز مش بيبقى طايف لحد فوق فيتلخبط مع الفيت فيز، لا، هو الليكويد ميمبرين هو اللي بيكون موصل ما بينهم، هو اللي بيبقى الحاجه اللي هتوصل من ده لده. وزي ما قلت لكم في بدايه المحاضره ان هو ايه؟ الفيت فيز دايما بتبقى كميته اكبر، او الدونر فيز هو اللي بتبقى اكبر، تمام؟ يعني الجزء المانح او اللي فيه السوليوت اللي انا عايزه انضفه هو، او اللي عايزه اشيل منه هو اللي بيبقى كميته كبيره، والستريمنج ده اللي كميته ايه؟ اصغر، تمام كده؟ برضو البلك ليكويد ميمبرين زيه زي السموت ليكويد ميمبرين، هو برضو بيستخدم في اللاب سكيل، بيستخدم في الصناعه او في تطبيقات على الحقيقه يعني. اللي بيطبق بقى في الحقيقه وده المستخدم والشائع والاسهل واللي فيه مميزات يعني عن السبورت والبلك هو الامولشن ليكويد ميمبرين. هو اللي علق. تمام. النوع الثالث اللي هو الامولشن ليكويد ميمبرين بيكون بقى عبارة عن إيه؟ فكرة الإمولشن عبارة عن حاجة أنا بشتتها في وسط آخر. فمثلا هنا عندي الفيت فيز اللي هو اللي لونه إيه؟ لبني ده، تمام؟ اللبني ده بيبقى فيه حاجات مشتتة
جواه. ايه هو المشتت؟ هي عباره عن جلوبولس كده، اللي هو ايه يعني كرات كده، تمام. الكرات دي جواها كرات تانية، هو ده فكره الامالشن ليكويد ميمبرين، وهنعرف ازاي هو بيتحضر وايه مميزاته عن الانواع التانية، تمام. طيب هي ايه بقى الجلوبولس الكبيره وايه الجلوبولس الصغيره؟ الجلوبولس الكبيره دي هي في مثابه الايه الليكويد ميمبرين، بس تكون على شكل ايه امالشن، واللي بيبقى جواها ده هو ايه الانر او الانر فيز او اللي هي الريسبتور فيز او الستريبنج فيز، اللي هو الجزء المستقبل، تمام كده. طيب هو ايه اللي هيربط الكرات الصغننه دي ببعض، ويعني ازاي الدنيا او الامنشن ده هحافظ على الاستابيلتي بتاعته ازاي، او حافظ على الشكل ده كده ازاي؟ بحاجه اسمها سيرفكتنت. السيرفكتنت دي حاجه كده بيبقى مركب كيميائي، وده اللي احيانا بيستخدم لو تسمعوا في جزء اللي هي الديترجنت، اللي هي المنظفات، اللي هي بتبقى عباره عن سيرفكتنت، حاجه هيدروفوبيك، جزء هيدروفوبيك وجزء هيدروفيليك. الهيدروفيليك اللي هو الجزء المحب للميه هو اللي بيكون ناحيه ايه الجزء بتاع الميه، والجزء اللي هو الهيدروفيليك اللي هو الديل ده، تمام. الديل ده هو اللي بيبقى هيدروفوبيك، اللي هو كاره للميه، فبيكون ناحيه ايه ناحيه الليكويد ميمبرين، لان الليكويد ميمبرين ده عباره عن ماده يعني بتبقى اورجانيك، تمام. هو هنقول هي كانت بتستخدم ايه وايه النيوترينت فيها وكده قدام يعني. فالسيرفكتنت ده بسبب وجود جزء هيدروفوبيك وجزء هيدروفيلك، الجزء الهيدروفيلك ده هو اللي بيبقى ناحيه السيكوسترنج او الريسبتور فيز، والهيدروفوبيك بيكون ناحيه الايه الاورجانيك فيز، اللي هو ايه ده ايه ده الليكويد ميمبرين. طيب وبرضه في سيرفكتنت فين؟ في يربط ما بين بقى الليكويد ميمبرين اللي هي الجزء اللي هو الدايره الكبيره، والجزء الايكوس اللي بره ده، اللي هو مين؟ اللي هو الدونر فيز اللي عندي. برضه نفس الكلام، الهيدروفوبيك الهيدروفوبيك بيبقى ناحيه الليكويد ميمبرين، والهيدروفيلك المحب بيكون ايه؟ ناحيه ايه؟ ناحيه الدونر، تمام؟ فمهم طبعا جدا في تحضير الامالشن ليكويد ميمبرين يكون في ايه سيرفكتنت. هنا الرسمه دي بتبين هي الحجم قد ايه، يعني حجم الجلوبلز دي قد ايه. يعني هنشوف هنا الجلوبلز بتاعت اللي هي الكبيره دي بتاعت الليكويد ميمبرين على بعضها من 0.1 ل 2 ملي متر، تمام. اما الجلوبلز الصغيره دي من 0.1 ل 10 ميكرو، تمام. طيب هو يعني معنى كده ان هي صغيره جدا، تبقى جلوبال صغيره جدا ومشتته جوه ايه الوسط اللي هو دونر فيز، يعني هو اعتبر ان الابيض ده اللي هو الصفحه دي كده هي الايه هو الدونر فيز، ودي الجلوبالز ده هي دي الايه المشتته ايه جوه الوسط ده، تمام. تمام طيب ازاي بقى انا بحضر الايمولشن ده، تمام. ازاي بقى انا بيتم التحضير؟ في البدايه خالص ان انا بجيب ايه، بجيب الليكويد ميمبرين بتاعي اللي هو ال ام، هنقول ايه عليه الليكويد ميمبرين، تمام، عشان ايه لو اتكرر معانا قبل كده تعرفوا ايه ال ام دي، وان شاء الله البرزنتيشن دي هتتبعت لكم. فال ال ام ده هو مين؟ هو الليكويد ميمبرين، تمام. طيب والموف ده هو ده اللي هو ده مين؟ ده الريسبتور فيز، تمام. دول الاثنين بيتحطوا على بعض في حاجه اسمها الترا سونيكيتور. في الواقع ان هو يا اما بيتحضر بالالتراسونيكيتور او بيتحضر بطريقه ميكانيكال. الطريقه الميكانيكال دي بيبقى التقليب سريع جدا وقوي، تمام. بس ده ما بقاش يستخدم دلوقتي في يعني في وجود اللي هي التكنولوجيا دلوقتي، فاللي بيستخدم دلوقتي هو الـ ايه الالتراسونيكيتور. طب الالتراسونيكيتور ده بيعمل ايه؟ بيخلي ان الجلوبلز بتاعت الريسبتور فيز هي اللي تبقى جوه مين؟ جوه الليكويد ميمبرين. وفي رسائل وبيبرز منشوره علشان بس يظبط الحته دي، يعني علشان بس يظبط الباور بتاع الالتراسونيكيتور ويطلع امالشن عنده ستابيلتي، الحته دي بس كده عليها دراسه، تمام كده؟ تمام. طيب طيب هو كده حضر ايه؟ طب طبعا احنا من غير طبعا ما هو يقول لنا عارفين ان الليكويد ميمبرين مين اللي دايب فيه؟ بكل بساطه دايب فيه الموبايل كارير. طب الريسبتور فيز مين دايب فيه؟ يعني هو الريسبتور فيز ده هو متحضر، انا محضره الريسبتور فيز عليه مين؟ السيكوسترنج ايجنت اللي هيسحب السوليوت، والليكويد ميمبرين ده في البيكر ده انا حاطه عليه مين؟
حط عليه الموبايل كارف، حطيتهم الاثنين على بعض في التراسونيكيتور، حضرت مين؟ حضرت امالشن. تمام، حضرت ايه؟ الامالشن بتاعي. طيب الامالشن بتاعي ده انا هعمل له ايه بقى؟ هحطه او هقلبه كله كده، بيتقلب كله مره واحده على مين؟ على حاجه اسمها الدونار فيز. الدونار فيز اللي هو الفيز المانح اللي هو فيه مين؟ اللي هو فيه السوليوت اللي انا هشيله، مع وجود جنتل ميكسنج. الجنتل ميكسنج ليه بقى؟ وظيفته ايه الجنتل ميكسنج ده؟ انه يعمل ديسبيرشن للامالشن داخل ايه؟ داخل الدونار فيز، بحيث ان الامالشن يبقى كله متوزع جوه الدونر فيز. وفي نفس الوقت ليه لازم يكون جنتل؟ يعني احنا عرفنا ليه بيكون ميكس، ليه في ميكسنج. تمام، عشان يحصل تشتت ويكون الامالشن موجود في كل دونر فيز. طب ليه جنتل بقى ميكسنج؟ علشان لو انا عملت ميكسنج بسرعه قويه او بقوه هيحصل ايه؟ هيحصل تكسير الامالشن ده. انا كل يعني اللي يهمني في الموضوع ده كله ان انا احافظ على الاستابيلتي بتاعت الامالشن. طيب خلاص انا كده خلاص عملت اللي هي الديسبرشن وتمت عمليه المعالجه. طب انا بعرف ازاي ان تمت معالجه؟ يعني فانا بحط هنا مثلا جروب. تمام، يعني انا مثلا انا لما كنت بعمل الرساله دي مثلا بتاعتي في الديسالينيشن، انا كنت باخد بعمل ايه؟ بحط بروف كوندكتيفيتي ميتر هنا وبقيس كميه ايه الملح كل مثلا دقيقه او كل 5 دقائق على حسب ايه سرعه التفاعل بتاعي او سرعه او الافشنسي ايه الافشنسي بتاعتي. تمام، طيب لما بلاقي مثلا ان الريت او الريموفال وقف عندي او الكونسنتريشن بتاع الملح ثبت في الدونر فيس، ده معناه ان هو خلاص مش هيشيل كميه اكتر من كده وخلاص على كده، فبيحصل بعدها عمليه مين؟ عمليه الفصل. تمام، عمليه الفصل دي بتتم عادي فيزيكال خالص، اللي هي اللي كثافته اخف هو اللي بيطلع فوق، اللي كثافته اتقل هو اللي بيكون تحت، يعني كده يعني. وبشيل الليكويد ميمبرين لوحده. الليكويد ميمبرين ده في مين؟ في السيكوسترنج ايجنت وفي السليوت، يعني شلته بعبله بقى كده زي ما بيقولوا. تمام، والجزء اللي تحت ده هو الميه اللي هي نطفت، ده بسحبها ايه بفضل كده ايه لوحدها. تمام، طيب الامالشن اللي طلع لي بقى ده انا بعمل فيه ايه؟ بفصله. ليه بفصله؟ علشان تبقى العمليه ايكونوميك واعيد استخدام الليكويد ميمبرين مره اخرى. فلما افصله هنا يطلع لي الريسبتور فيز اللي هو اخد الملح جواه، ويطلع لي الليكويد ميمبرين، فاعمل ريسايكل الليكويد ميمبرين مره تانيه وتبقى العمليه كونتينوس. معنى كده لما تبقى العمليه كونتينيوس والموضوع ماشي كده، يبقى معنى كده ان ايه؟ ان ده هيتطبق في الصناعه، وهو ده اللي هيطبق على ارض الواقع، وان هو مش لاب سكيل بس، لا ده هو ده السكيل اللي هيكبر بعد كده وهيتم تطبيقه بالفعل. يعني اولا علشان هو سريع جدا، ما بياخدش وقت زي البلك والسبورت. ليه سريع؟ لو احنا فكرنا شويه كده وبصينا هنلاقي ان الجلوبلز ده هي او توزيع الليكويد ميمبرين بالريسبتور فيز جوه بعضيهم كده وتوزعه كده على النار فيز، ان انا كده زودت السيرفيس اريا، رغم ان هي نفس الكميه اللي انا كنت ممكن احطها مثلا في السبورت او ما بين الممبرين. فانا هنا ايه؟ فانا هنا زودت السيرفيس اريا. كلمه ان انا ازود السيرفيس اريا يبقى انا زودت المساحه اللي انا ممكن اقدر اشيل فيها مين؟ اشيل فيها السوليوت. تمام، مع جنتل ميكسنج، مع الحاجات دي، مع التظبيطات اللي انا بتتعمل في التجربه، فانا بحصل على افشنسي عاليه جدا في وقت قليل جدا. تمام، وبرجع تاني اعيد استخدام الليكويد ميمبرين، فهي بتبقى عمليه ايكونوميك. تاني حاجه ان هي بتكون عمليه سريعه جدا، بحصل على افشنسي عاليه جدا. طيب الميه اللي هي ممكن حصل لها معالجه هنا، انا كده دي اسمها ايه؟ سنجل ستيج. طيب انا هنا لو انا اخدت الميه دي ورحت عدت استخدامها تاني وحطيتها في ليكويد ميمبرين تاني وعدت تاني، يبقى انا كده دخلتها في ايه؟ في تو ستيج. تمام كده؟ تمام. برضه ايه بتاع ايه لازم لما بفضل على السلايد كتير بيعلق ليه مش عارف. طيب ايه بقى هي الابلكيشن بتاعت الليكويد ميمبرين؟ الابلكيشن كثيره جدا والابحاث كثيره جدا، وهديكم بيبرز وحاجات اتنشرت يعني في مجلات عن الابلكيشن. ان هي انا اشتغلت ديسالينيشن، يعني شلت صوديوم كلورايد. تمام، غيري لا، اشتغل فينول، اشتغل هيفي ميتال، الحاجات دي، اشتغل ليثيوم.
تمام. فهي التطبيقات بتاعتها كل واحد بيستخدمها في التطبيق اللي هو خاص بدراسته، زي مثلا السيبريشن بتاعت الهيدروكربون. يعني في ناس مثلا كانت بتشيل ايه اللي هنا بيقول لك البارافين، الايزوبارافين، الاوليفين، النفتالين ولا ده ايه يعني. وفي بيبر كمان هتلاقيه ان هو شايل فينول. فممكن ان هو مثلا هنا مثلا في السيبريشن ممكن يشيل ان هو ويست عايز يرميه. في السيبريشن الميتال احيانا كان بيعمل ان هو مثلا يشيل ايون وحاجات هو هيستخدمها. يعني مثلا في بيبر من الابحاث اللي منشوره ان هو مثلا كان بياخد ميه البحر ويشيل منها الليثيوم، والليثيوم ده يعاد استخدامه مثلا في البطاريات. تمام. يعني مش دايما ان انا بشيل حاجه عايز اتخلص منها، ممكن اكون اشيل حاجه ان انا استخدمها. تمام. في برضو ازاله اللي هو ايه الان اورجانيك زي الامونيا من الويست ووتر، يعني اللي هي ممكن تسبب مشاكل. يعني مثلا في احيانا الويست ووتر قبل ما تترمى لازم قانون البيئه يقول لك لازم يبقى مثلا الامونيا نسبتها كذا، لازم مش عارفه ايه نسبته كذا، يعني قبل ما تترمى. يعني حتى بعد ما تعالجها انت كده كده هترميها، بس لازم تكون برنج معين. تمام. ممكن تشيل الايه الاورجانيك سبستانس زي التوكسيك اورجانيك كومبوننت اللي هي تطلع من ايه من الاندستريال ويست. ممكن تاني كمان ان انا استخدمها في البايو تكنولوجي او الميديكال ابلكيشن، زي مثلا الاستخدامات اللي هي في الطب، سواء ان انا مثلا ايه حصلنا حاجه معينه، عايزه حاجه معينه اعمل لها، يعني مثلا عايزه ماده كيميائيه معينه موجوده في حاجه، فانا عايزه مثلا الماده المعينه دي انا استخلصها بشكل ما. طيب التطبيق بقى في الديسالينيشن، هو يعني هي احنا قلنا من سنه 68 هي ليكو نمبرين اكتشفت عن طريق عالم اسمه لين، بس استخدامها في عمليه الديسالينيشن اتاخر قوي. فهو بدا استخدامها في الديسالينيشن في سنه 2001، وكانت اول مره تعملها دكتوره منى نعيم اللي هي في كليه هندسه، وكان ليا الشرف ان انا اشتغل معاها في الماجستير. والرساله دي ان شاء الله هديها لكم برضو. ان هي بدات ان هي تفكر، طب ما دام الليكويد ممبرين مميزاته حلوه قوي كده، طب وليه ما نستخدمهوش في الديسالينيشن ونتخطى عيوب الار او، ونتخطى عيوب الثيرمال ديستليشن والحاجات اللي بتحصل دي. والطريقه الحقيقه نجحت. طيب هو ايه بقى الليكويد ميمبرين او التراديشنال ليكويد ميمبرينز؟ ايه بقى المواد اللي هي كانت بتستخدم واللي هي دي اللي كانت معروفه عن الليكويد ميمبرين؟ كل الابحاث اللي من قديم الازل، يعني من سنه اللي هي 68 من ساعه ما اكتشفوا الليكويد ميمبرين، وهم كانوا بيستخدموا البتروليوم اورجانيك سولفنت. تمام. كانوا بيستخدموا مين؟ البتروليوم اورجانيك سولفنت اللي هي زي مين؟ زي الكيروسين، الدايكلوروميثان، الهكسان، الهبتان، وكمان من ضمن الحاجات اللي انا برضو جربتها اللي هي الكلوروفورم برضو. ودي كانت بتستخدم سواء في الويست ووتر تريتمنت او في الديسالينيشن. يعني حتى البحث اللي هي كانت عاملاه دكتوره منى نعيم سنه 2001 هو كان بيستخدم الكلوروفورم والدايكلوروايثان. تمام. هي بس كانت كل الفكره اللي عايزه تحققها، وكمان سجلت بيها براءه اختراع فيها يعني في ساعتها، يعني ان هي حققت يعني تحقيق فكره الليكويد ميمبرين في ايه؟ في عمليه الديسالينيشن. هما زي ما بيطبقوها في الـ عمليه التريتمنت العاديه ومميزاتها، ومفيش فاولنج ومفيش، فده طبعا استخدمها في الليكويد في عمليه الديسالينيشن، وتخطى على عيوب الار او في الهاي انرجي والفاولنج وكده، والثيرمال الطرق اللي هي بتاعت الثيرمال دي، وتخطى الموضوع ده. بس ما كانوش بيبصوا بقى ايه ان البتروليوم اورجانيك سولفنت دي كانت ممكن حتى لو هي مش بتدوب في الميه، ان ممكن يحصل برضو ايه تسريب للميه اللي هي اتعالجت. طيب هي دي اولا مواد سامه. تمام. يعني معنى كده ان انا بعد ما اعمل الميه او انضفها، انا معنى كده ان انا عايزه ايه؟ ان انا عايزه بوست تريتمنت، ان هي هتاثر على البيئه، ان المواد دي اساسا قابلة للاشتعال، عندها في المابيليتي. تمام. فمعنك فجت تفكير من هنا ان انا عايزه استبدل الحاجات ده هي اللي هي البتروليوم اورجانيك سولفنت اللي كانت بتستخدم كليكويد ممبرين، ان انا عايزه ايه؟ عايزه استخدم مواد تكون اقل في السميه، اللي هي ما تكونش توكسيك،
وفي نفس الوقت يعني وفي نفس الوقت تأدي نفس الأداء بتاع الليكويد ميمبرين، إن هي تعمل الريموفال، إن هي تكون أقل طاقة، إن هي كل ما تحافظ لي على كل مميزات الليكويد ميمبرين، وكمان ما يكونش فيها عيوب إيه؟ ما يكونش فيها العيوب بتاعت إيه البتروليوم أورجانيك صولفت. ومن هنا بدأ التفكير في استخدام الجرين ليكويد ميمبرين. هنتكلم بقى دلوقتي عن الريسنت ديفلوبمنت او ايه هو النيو ترند في الليكويد ميمبرين. بدأ بقى هنا في سنة هنا 2000، انا عملتكم سنة 2019 عشان تبقى تكون حاجة يعني قريبة، ان هم بدأوا ان هم يستخدموا مين، ايه هي نوع الليكويد ميمبرين اللي استخدموها، هي فيجيتابول اويل اللي هي زيوت الخضروات او الزيوت اللي احنا بنحطها. في برضو حاجه تانية برضو كويسه اسمها الايونيك ليكويد، بس دي مش مجال حديثنا دلوقتي، برضو بتستخدم كليكويد ممبرين. احنا اللي هنهتم دلوقتي ده هنتكلم عليه هو الفيجيتابول اويل. بداوا ان هم يستخدموا الفيجيتابول اويل او الزيوت الطبيعيه اللي بتستخدم في الطعام زي سيسامي اويل، الكورن اويل، اللينسيد اويل اللي هو زيت الزيت الحار اللي هو زيت مش عارفه اسمه ايه، هو اللينسيد اللي هو بيسموه الزيت الحار اللي بيحطوه على الفول ده، ان هي تكون بديله للبتروليوم بيز اورجانيك سولت. تمام كده. وان هي عشان انا في نفس يعني ان انا اكون اتخطيت المشكله بتاعه السميه او الفلاميبيلتي بتاعه الاورجانيك سولفنت، واستخدمت ايه مكون، ايه مكون طبيعي زي مين، الفيجيتابول. في البيبر دي اللي هي اللي انا جايبه منها الريفيو ده، ده تعتبر عباره عن ريفيو يعني، كان بيتكلم عن استخدام الزيوت الطبيعيه في الايونيك ليكويد والايونيك ليكويد في كاليكويد ليكويد ممبرين، وكان بيستخدم ايمالشن ليكويد ممبرين بما ان هو ده اللي ايه اللي هيبقى مطبق يعني استخدموه. فهو هنا جايب ريفيو على انه هو ايه الزيوت اللي استخدمت واستخدمت في ايه. فكانت دي ريفيو كان بيشيل فيها حاجات كتيره جدا يعني، يعني انا هبعت لكم البيبر فيها تطبيقات كثيره جدا يعني، كل واحد مثلا اللي شغال في الويست هيلاقي نفسه، اللي شغال في الديسالينيشن هيلاقي نفسه، هيلاقي كل واحد هيلاقي حتته يعني، او الناس اللي شغاله في الميه عموما يعني كل واحد هيلاقي ايوه والله ده انا ممكن اطبقها عندي. تمام. معظم اللي هي الزيوت اللي هي استخدمت يعني زي اللي هي كوكونات اللي هي اللي هو زيت اللي هو جوز الهند، جوز الهند تمام، جوز الهند، السان فلاور اويل اللي هو زيت عباد الشمس، المهيا، الرايس بران اويل، البالم اويل، الكورن اويل، وانا في دراستي استخدمت سيسامي اويل، اللينسيد اويل، واستخدمت سان فلاور اويل كمان. كل الحاجات دي لما اتطبقت حققت نجاح جدا كتطبيقها كجرين ليكويد ممبرين، الجي اي ال ام اللي هو ايه جرين ليكويد، ايه جرين ايمالشن ليكويد ممبرين. تمام. يعني استخدموا الجرين اويل او الفيجيتابل اويل او الزيوت الطبيعيه اللي هم بيسموها ايديبل اويل اللي انا بستخدمها في الاكل وبحطها على السلطه، استخدموها في تحليه مياه البحر او معالجه الويست ووتر. فدي كانت طفره في علم الليكويد ممبرين وحققت نجاح، سجلت فيها طبعا براءات اختراع. طيب انت ايه بقى اللي عملتيه يا باشمهندسه شيماء في الرساله بتاعتك؟ ان انا اخدت مجموعه من الزيوت دي هي واستخدمتها في عمليه الديسالينيشن، وقعدت اجرب شويه ايه، بصي برضو البتاع معلق، مش عارفه يا باشمهندس مش عارفه ليه بيعمل معايا كده. تمام ماشي. ان انا استخدمت مجموعه من الزيوت دي هي في تحليه مياه البحر بكونسنتريشن مختلفه علشان اشوف مثلا هل انا الزيوت دي تقدر مثلا انها تشيل ملح تركيز عالي زي مياه البحر، ممكن ان انا اشيل مثلا مياه أو يعني في حدود مثلا مياه ابار يعني بالطريقه دي. هو بيقول لك بقى الجرين ايمالشن ليكويد ممبرين دي ايه مميزاتها؟ يعني هو بقى هنا طلع اسهم كتير، بيقول انا ايه المميزات اللي بتميز لي الجرين ايمالشن ليكويد ممبرين عن مين؟ عن الاورجانيك او البتروليوم اورجانيك ليكويد ممبرين. تمام؟ ان هي انفايرمنتلي، ان هي ريسورس افيشنت، ان هي يوز رينيوبل فيد ستوك، يعني انا اصلا بجيب الزيوت دي منين؟ ما
من مصدر طبيعي ومن مصدر ايه متجدد، ان هي اصلا دي نباتات تمام، وان انا بعصر البذره وهترجع تاني. يعني الموضوع ايه؟ الموضوع ما فيهوش اللي هو ايه، انا بجيبه من مصدر مثلا غير متجدد زي البترول تمام. انا كده بعمل تقليل للويست جنريشن ايكونوميك، هي سهله وعندها افيلابيلتي، ما عندهاش توكسيس يعني، هي مش سامه كده. قللت استخدام الاورجانيك سولفنت، فكل دي هو ايه مطلع اصلا كتير كده بيقول لك ايه، يعني ان الجرين الايمالشن ايكو ميمبرين مميزاتها. طيب هو ايه اللي هيأثر بقى على الايمالشن ايكو ميمبرين؟ يعني انا كباحث دلوقتي او واحد مهتم بالمجال وهدرس بقى الايمالشن ايكو ميمبرين او الجرين، يعني هو إيه، سواء الايمالشن ايكو ميمبرين او الجرين جرين ايمالشن ايكو ميمبرين، ايه الفاكتور اللي انا تهمني علشان خاطر يعني ادرس اشوف التجربه دي ناجحه ولا لا؟ اول حاجه هنا كتبها الايمالشن ثرو التراسونيكيشن. الالتراسونيكيشن هو زي ما انا ايه نوهت في البدايه خالص، ان هو الالتراسونيكيشن ده لوحده والتركيب بتاعه او الباور اللي انا هستخدمه لتحضير الايمالشن ده، دي لوحدها فيها رساله، يعني ان انا اظبط ان انا اطلع اظبط باور علشان اطلع efficiency وتطلع emulsion عنده ستيبل يعني عنده ستابيلتي عاليه، دي لوحدها يعني بيدرسوها تمام. يعني في الالتراسونيكيشن ده اللي هو تحضير الايمولشن نفسه له دراسه، يعني له فاكتور بيأثر على الثبات بتاع الايمولشن وبالتالي الثبات بتاع الافيشن اللي هي الريموفال او الريموفال افيشنسي تمام. كل ما كانت طبعا الاستابيلتي بتاعه الايمولشن عاليه، كل ما كان هيفضل في الوست او الميه اللي انا عايزه احليها دي اكتر، وهيبقى اكثر ثبات، مش هيتكسر، مش هيبهدل الدنيا، فهيشيل كميه اكبر من السوليوت، فهيجيني افشنسي عالي تمام. هنا بقى ايه الامولسيفيكيشن سبيد، زي ما انا برضو قلت في البدايه ان انا ممكن ان انا احضر بلدر الالتراسونيكيشن احضرها ايه، احضرها بميكانيكال ستيرر، فالسرعه دي نفسها اللي هو ليها برضو ايه، يعني مثلا بظبطها برضو، يعني برضو ليها ايه يعني فاكتور من الفاكتورز اللي ممكن تاثر على عمليه الاكستراكشن تمام. الانترنال فيز، الانترنال فيز اللي هو قصده بيه ايه الريسبتور فيز او الجزء المستقبل ده، انا هحط كميه قد ايه بالنسبه للدونر فيز، انا هحط سيكوسترنج ايجنت قد ايه فيه، لان هو ده اللي بروفايد درايفنج فورس تمام. ده اللي بيقول السوليوت انا ما عنديش هنا ملح، يلا ايه اديني سوليوت، يعني عشان يحصل في اختلاف في التركيز فيحصل عمليه الاي ترانسبوزيشن ويفضل عمليه النقل مستمره. بعد هنا بعد كده اللي هي الاكستراكتن، لسه الاكستراكتن ده اللي هو مين، اللي هو المستخلص او كده، اللي هو مين، اللي هو الموبايل كارير تمام. ده برضو هنا الميكانيكال اجيتيشن، هنا السيرفكتنت اللي هو الكميه السيرفكتنت، السيرفكتنت ده الجزء اللي هو بيربط ما بين الليكويد وال يعني الجزء الليكويد اللي هو الجزء اللي فيه هيدروفوبيك وهيدروفيلك، اللي بيربط او برضو بيساعد على الاستابيلتي بتاعه الايمالشن. الدروبيت سايز، الامالسيفيكيشن تايم، انا قعدت اضربه في الالتراسونيكيشن قد ايه تمام كده، وفي برضه الاكستراكشن تايم، انا قعدت وقت قد ايه عشان انا عملت اكستراكشن تمام. كمان السرعه بتاعه اللي هي الديسبرجن بتاعه الايمالشن جوه المحلول اللي انا بنضفه او بعمل منه، يعني بعمل من خلاله عمليه استخلاص تمام. انا مش عايزه الف يعني اعمل ستيرر بحيث ان هو يكسر الايمالشن وانا بعمل اكستراكشن، وفي نفس الوقت مش عايزه سرعه بطيئه بحيث ان الايمالشن يبقى مثلا ايه في جزء وجزء من الدولار فيز ما فيهوش ايمالشن، يعني انا عايزه اعمل ديسبيرشن بحيث ان انا ما اكسرهوش. دي برضو بيبر تانية كان برضو في سنة 2019، إن هو كان بيدرس إيه الاكستراكشن أوف هيكسافيلنت كرومانيوم، ده هنا بقى بيشيل الكروم كهيفي ميتال تمام من إيه من وست ووتر باستخدام إيه المالشن ليكويد ممبرين، وكان هنا بيستخدم إيه الرايس بان أويل. يعني هو هنا بيقول لك السبان، هو استخدم سبان 18، مين السبان 18 ده؟ ده الإمولسيفاير تمام. الإمولسيفاير ده اللي هو السيرفكتنت تمام، يستخدم نوع من انواع الايه؟ من انواع الكارير اللي متناسب ان هو
يشيل بيت بوتاسيوم كروميد، تمام؟ استخدم هنا صوديوم هيدروكسيد علشان يبقى ايه كاستريبنج ايجنت. استخدم الاويل ده اللي هو الرايس بران اويل ده علشان ان هو كليكويد ايه كليكويد ممبرين. واستخدم ميه مقطره عشان كانه محلول بيحضر فيه ايه بيحضر بيه الدونر فيز او الريسبتور فيز. دي برضو هو بيوضح هنا هو عمل ايه. ادي هو هنا كده دلوقتي في البدايه هنا حط ايه هنا في البدايه اهي، ادي هو هنا كده الامالشن، تمام؟ هو كده حضر الامالشن، هو هنحط ايه الانترنال فيس وبعدين حط الجرين امالشن ليكويد ممبرين كده. حضر مين؟ حضر ايه؟ حضر الامالشن. حطه على مين؟ كده هو هو كده يعتبر كده حضر الامالشن، كده هو ده الامالشن. بعد كده كبه مين او حطه على مين؟ حطه على الميه ان انا عايزه اعمل لها اكستراكشن او ان انا عايزه انضفها او ان انا هحليها لو هعمل ديسالينيشن. خلاص خلصت، عملت الايه الاكستراكشن، بعمل عمليه ايه فصل عاديه خالص. فصلت الميه اللي انا نضفتها عن الجزء بتاع الليكويد ممبرين. الليكويد ممبرين ده بعمل له كمان فصل تاني عشان ارجع الليكويد ممبرين، واقوم ايه وشايله الجزء بتاع ايه بتاع الانترنال فيز. انا مطول عليكم ولا كده الدنيا مستوعبين ولا ايه؟ اتفضلي يا باشمهندسه. احنا خلاص قربنا، فاضل لنا 5 دقايق ولا ندخل على جروب جديد؟ تمام. طب انا هسرع شويه. طيب طيب اتفضلي. تمام. هو هنا بيبين لك ايه، بيبين ان هو بيحصل ايه. يعني هنا اجي هنا محلول الكروم هنا واتنقل عن طريق الليكويد ممبرين. الكارل اخد كون معاه كومبلكس وبعدين راح وداه لمين؟ راح الايه الريسبتور ايه راح الريسبتور فيز لايه للصوديوم هيدروكسيد. ودي معادله بعمل بيها الافشنسي اللي هي الكونسنتريشن الابتدائي ناقص النهائي على الابتدائي في المائة. انا هحاول اسرع شويه. دي بقى البيبر قلتها في مؤتمر اليابانيه. انا يعني انا كده فهمتكم ايه هو الليكويد ممبرين، ايه هو الكونفيجريشن، ايه اللي بيطبق صناعه، ايه التطبيقات، ايه الجديد في الليكويد ممبرين، ايه اللي انا عملته ان انا استخدمت مجموعه من الزيوت الطبيعيه في استخدام ايه في التحليه او الديسالينيشن باستخدام الامالشن ليكويد ممبرين، والطريقه الحقيقه نجحت. طب انا استخدمت ايه اللي نجح او انا استخدمت ايه؟ انا استخدمت كذا زيت بصراحه. استخدمت سيسامي اويل، كورن اويل، لينسيد اويل، سان فلاور اويل، يعني استخدمت تقريبا 4 أو 5 زيوت بس اللي كان بيديني افشنسي عاليه. او بعد ما قارنت ما بينهم الكورن اويل هو اللي كان بيديني اعلى افشنسي. استخدمت ايه كستريبنج ايجنت؟ استخدمت سوربلاستاش. فهتلاقوا كده الموضوع ماشي طبيعي في طبيعي. يعني انا استخدمت كورن اويل كليكويد ممبرين، والميه المالحه بتاعت صوديوم كلورايد وحضرتها في ميه ايه في ميه ديستريت ووتر. بعد كده حطيت سولوبل ستارش كايه كسيكوسترنج ايجنت. لو هتلاحظوا هنا ان انا ما حطيتش موبايل كار، يعني ما استخدمتش اي كيماويات في الموضوع. طب ايه النتائج اللي انا حصلت عليها دي؟ انا بقى مش هشرحها تاني، انتوا خلاص عرفتوا انا بحط ايه على ايه عشان يطلع لي ايه وطريقه الاكستراكشن وكده. فدي ممكن تبصوا عليها عادي لوحدكم، ان انا شرحتها قبل كده. دي صوره بتوضح، دي رساله من التجربه العمليه اللي حصلت في رساله الماجستير. اهي جلوبلز، لو انتوا تلاحظوا كده دي جلوبلز اللي هي ايه بتاعت الامشن، وهي محصول يعني حصل لها ديسبيرشن في ايه في محلول الايه في محلول الملح. بعض الفاكتور اللي انا درستها، طبعا انا هديكم هبعت لكم البيبر اللي انا نشرتها، يعني ممكن تبصوا على بقيه الفاكتور اللي انا درستها. بس اهم الفاكتور اللي تم دراستها يعني انيشال كونسنتريشن، ان انا جربت كونسنتريشن مختلفه علشان خاطر ان انا اشوف هو انا هتنفع في الاملاح العاليه ولا الاملاح المنخفضه، تمشي مع مياه بحر ولا مياه ابار. التريتمنت ريشيو يعني نسبه الامالشن بالنسبه للدونر فيز، كل ما احط امالشن اكتر ولا نسبه الامالشن بالنسبه للدونر فيز تبقى قليله. الكونسنتريشن بتاع الريسبتور فيز، فنلاقي هنا ان انا مثلا استخدمت 3 تركيزات زي ميه بحر مثلا 35 جرام في اللتر، يعني 35000 بي بي ام، تمام؟ و10 جرام في اللتر و22 جرام في اللتر. هنلاقي ان اعلى افشنسي حصلت في وقت صغير جدا، يعني يعتبر مثلا يعني قول 20 دقيقه 10 دقائق. الريت بسرعه، يعني الريت نازله في تقريبا في اول 3 دقائق وبعدين قعد ينزل وصل الماكسيمم بتاعه في 20 دقيقه في ال 22 جرام في اللتر و 35 جرام في اللتر. بينما ان احنا هنلاقي لما كان التركيز قليل الافشنسي كانت قليله جدا،
وده يفسر لنا ان الدرايفنج فورس بتاعتي اللي هو الاختلاف الكونسنتريشن، ان كل ما الدرايفنج فورس تكون كبيره كل ما كانت الافشنسي الاوفر بتاعتي ايه كبيره. تمام. على عكس مثلا طرق مختلفه، ان لما كانت تكون نسبه الملح قليله، يعني مثلا الار او، كل ما كانت نسبه الملح قليله كل ما تعرف ان انت تعلي الافشنسي بتاعتك، ما تقدرش توصل ل 98 99% زي ما انا وصلت كده في ميه البحر ابدا ابدا. يعني يمكن بتوصل مثلا 20 جرام في اللتر، تقدر على طول انك انت بتقلل الافشنسي على طول، او تقلل اللي هي الريكفري. يعني الار او مثلا يعني انا بقول دايما الار او كمثال او مثال للمقارنه، علشان هي المنتشره حاليا او هي اللي واكله الجوده دلوقتي يعني. فكل بالعكس ما زادت الانيشال كونسنتريشن بتاعت الملح كل ما كان ان الافشنسي بتديني ايه عاليه. طبعا مثلا ممكن حد يقول لي مثلا طب ما هي 35 ماشي هي عاليه بس برضو اقل من ال 22، يعني مثلا دي اديتك 99% دي اديتك 98%. هقول هنا ان انا برضو محكومه بكميه مين؟ بكميه السيكوسترينج ايجنت او السولبل ستارش اللي انا حاطاه في مين؟ الريسبتور فيز. يعني معنى كده ان انا ممكن اقول جمله كده، ان انا اقول ان كلما زاد الانيشال كونسنتريشن كلما زادت الافشنسي مع وجود sufficient amount of استريبنج ايجنت. صح ولا لا؟ طيب انا عايز اغير السلايد. دي التجربه اللي بعدها، حاجه اسمها التريتمنت ريشيو. التريتمنت ريشيو دي بتوضح هو كميه emulsion قد ايه بالنسبه لايه الدونر فيز. فهل احط كميه مثلا 1 ل 5، 1 ل 10، 1 ل 50، 1 ل 30، 1 فطبعا الافضل طبعا يعني حتى لو ما بسطوش للتجربه وكده، هو انت هتكون متوقع النتيجه قبل ما تعمل التجربه، ان طبعا لازم تكون في بالانس ما بين الامالشن، جزء الامالشن وايه والميه اللي انا عايزه اعالجها او الميه اللي انا عايزه اعمل لها ديسالينيشن. تمام. ما ينفعش احط كميه ايموشن صغيرين قوي في كمية مية عايزة تتحلى كتير. أول حاجة ليه؟ إن أنا كده كأني بعمل تخفيف للإمالشن. أنا لما أعمله ديسبرشن مش هيحصل له ديسبرشن، ده بالعكس ده هيحصل له زي كأنه كده تخفف، والفيسكوستي بتاعته هتقل جدا. وعلى فكرة موضوع الفيسكوستي بتاع الإمالشن ليكويد ممبرين ده مهم جدا، إنه بيحافظ على الاستابيلتي. يعني كل مثلا لو كانت مثلا الفيسكوستي بتاعته عالية، أخدت مثلا زيت الفسكوستي بتاعته تقيل جدا، ده هيعيق الديفيوجن بتاع الملح. طب لو انا استخدمت زيت خفيف قوي ايه اللي هيحصل؟ هيروح في الميه، هيسيب، مش هيبقى ماسك نفسه، يعني الجروبرز نفسها مش هتبقى ماسكه نفسها. تمام. ده بشرح يعني ببساطه يعني. طيب هنا الريسبتور فيز. الريسبتور فيز هنا انا جربت كونسنتريشن 1% و2%. ايه هو الريسبتور فيز اللي انا استخدمته؟ انا قلت لكم ان هو السولوبل ستارش، استخدمت ماده طبيعيه جدا عشان يبقى كله طبيعي في طبيعي والدنيا ايه بسيطه. فانا جربت مره 1% ومره 2%، لقيت ان هو 1% كانت افضل من ال 2%. وده تفسير برضو ممكن نقول ليه، ان هو السولوبل ستارش هو في الاول ولا في الاخر بوليمر. فتخيل مثلا انا حاطه كميه كبيره في كميه ريسبتور فيز، يعني هي واحده، يعني انا غيرت التركيز في نفس الكميه. تمام. او الكميه بتاعت السيكوسترنج ايجنت في كميه الريسبتور فيز، ماشي، مره 1% ومره 2%. السولوبل ستارش ده بوليمر. فتخيل انا مثلا حطيت نشا في شويه ميه صغيرين او نفس كميه الميه، وحطيت كميه ميه متوسطين، انا كل ما بزود البوليمر ده او السولوبل ستارش ده هو بيزود الفيسكوستي بتاعت الايه الريسبتور فيز. تمام. فهنا هيحصل اعاقه، يعني بدل من ان هو انتقال السوليوت هيبقى سهل وان هو يلقطه، هيبقى فيه زي بيعيق عمليه الترانسبورت. تمام. تمام يا باشمهندس. الكونكلوجن او الملخص، ان طبعا الجرين اويل او الجرين ايموشن ليكويد ممبرين هي عمليه يعني بروميزنج جدا في عمليه الاكستراكشن عموما. يعني مش عايزه اتكلم على الليكويد على الديسالينيشن بس، لان انا جبت لكم حاجات بتثبت ان مش عايزه احصر الموضوع في ديسالينيشن. انا على قد ما انا عايزه اقول ليكويد ممبرين تطبيقته في عمليات السيبريشن او المعالجه. تمام. ان انا وصلت النسبه اعلى من 97% من السوليوت اكستراكشن في مينتس تعتبر، يعني ان
يعني احنا ممكن نجرب فاكتورز معينه عشان خاطر نوصل للاوبتيمم كونديشن. وانا في سلايد من السلايد اللي انا عرضتها قلت لكم ايه الفاكتور اللي انتم ممكن تهتموا بيها لما تيجي تدرسوا مثلا جرين ايموشن ليبل من بين عموما، مش حتى جرين بس، ايه الفاكتور اللي ممكن تاثر او تاثر على الاستابيلتي، ان انا احضره بالتراسونيك الباور بتاعه قد ايه، ان انا اعمل ميكسنج بسرعه قد ايه، ان انا اخد وقت في تحضير الايموشن قد ايه. يعني هو انا كده هعتبر ان انا خلصت، واهلا باسئلتكم، ويا رب ما اكونش تقيله على قلبكم، واكون وصلت ولو معلومه بسيطه لمخزون معلوماتكم يعني. بشكر.